السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ تنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير في تمام الصحه والعافيه، ومرحبا بكم جميعا في قناه افكار ملكه. عواشركم مبروكه. وبما اننا في الاجواء ديال عيد الاضحى، تنتمنى انكم دوزتوا العيد في اجواء مزيانه وفي احسن حال مع الحباب ومع العائله. بعد هذا الغياب الطويل، ارجعت لكم بمحتوى جديد نزولا عند طلب العديد من المتتبعات اللي تيتواصلوا معي عبر الواتساب والفيسبوك من داخل المغرب ومن خارج المغرب. تحية لكم، تحية كبيرة. الأخوات دائما تيقترحوا عليا علاش لما نعملش هكذا جلبات وقفطنات وجميع الملابس التقليدية المغربية الغنية عن التعريف، الراقية الأنيقة اللي عندها صيت كبير في العالم بأكمله. الصراحة أنا كان تنخدم أو لا تنعمل محتوى تعليمي في الكروشيه، في الطرز، في الرندا، في جميع ما يتعلق بالأعمال اليدوية، ولكن تنخدم هكذا العائلة، الأصدقاء، الأقارب، ولكن باش نخدم هكذا جليلبات ونعرضهم في مواقع التواصل الاجتماعي. هذه اللي كنت مازال ما درتهاش. اليوم جا الوقت انني نتقاسم معكم الخدمه ديالي ونلبي الطلب ديال الاخوات اللي شجعوني انني نعرض العمل ديالي في مواقع التواصل الاجتماعي، وتنتمنى ان شاء الله انني نكون في المستوى المطلوب. اليوم جيت نشارك معكم هاد جليبه مخزنيه في اللون الاسود بالرنده والتنبات. الخدمه كامله خدمتها بنفسي. الجوده في الثوب، تنخدم بكريب دو سوا كوريا، والعقيق ماتسونو غني عن التعريف، الجودة ديالو مزيانة، والإتقان دائما في الخدمة سواء في الراندا أو لا في التنبات بالعقيق. يعني خدمتهم بنفسي، يعني بالخاطر، ويعني بالإتقان، واللي غادي تكون من نصيبها هاد الجلبة غادي تحكم وتعطينا الرأي ديالها. بالنسبة للتنبات كيف ما تطلعوا أخواتي، خدمت هكذا بهاد اللوين غزال خزي زوين، واحد اللوين زوين البرونز كلير، وخدمتها الحجيره هي تاعي بالخزيزي وبالغوز كلير لورانج. هاد الحجيره تاهي في البرونز، وهذا في لورانج، وهذيك الوريقه تاهي في الغوز كلير. بالنسبه لهاد العريش هذا خدمته بالبرونز، والوريقات بالبرونز عمرتهم بالأورانج. الصراحة هاد الخدمة جات غزالة 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 بزاف ورائعة جدا. صراحة عجبتني كيف ما تلاحظوا، جات أنيقة ومتيولة، يعني جلابة هماوية وحضارية ديال الحضور. بالنسبة للرندة كيف ما تلاحظوا، أنا خدمت هكذا الكميمات بالضرس المغلف. دائما تنخدم بالحرير على جوج شعرات، تجي الخدمة أنيقة ومتقونة وراقية كيف ما تلاحظوا. بالنسبة للغلي انتم كيف ما تلاحظوا، يعني متقون، والخدمة ديال الخاطر، يعني الخدمة ديال ماشي خدمة سواقية، خدمة ديال يعني بحال دفعتيها عند المعلمة وخدمتها لك. بالنسبة للملاقية خدمتها تاهي بالراندا. انتما كما تلاحظوا القدام كامل خدمتو بالخدمات الغورميت بالراندا كيف ما تلاحظوا، حتى لتحت، هابطة من الفوق حتى لتحت كيف ما تلاحظوا اخواتي. بالنسبة للون الاسود ما بينش مزيان، ما بينش مزيان الخدمة، ولكن راها متقونه خدومه بالراندا غورميت على جوج شعرات من الفوق حتى لتحت. هذا هو الشكل ديالها كيف ما تلاحظوا. الصراحه جلابه غزاله، جلابه حضاريه همويه ديال الحضور ديال النهار الكبير. بالنسبه للقب كيف ما تلاحظوا، حتى هو خدمته بالضريس مغلف، حتى هو على القب كامل داير بالقب كامل، وخدمت يعني ما تلقاوش، ما تيبانش نهائيا، ما كاينش سورجي. خدمت ثاني تقريبا واحد سنتيم، وخدمت هكذا السنينات، يعني الدرس ديال واحد
دورتو حتى هو كامل على القب، وعاد ما بين السنينات والدريس ديال الدرس المغلف نبت بالعقيق في البرونز، جا غزال غزال بزاف، يعني جا رائع جدا الصراحه. التصوير ما عطاش الحق ديال الجلابه، ما عطاهاش حقها، اما هي في الواقع راه تتبان غزاله كيف ما تلاحظوا، يعني دايره كامله بالدريس المغلف وبالسنينات، عاد زدت عليه التنبات بالعقيق دائما ما تصونو. بالنسبه للغورمات كيف ما تلاحظوا هي باينه دابا شويه، هابطه من الفوق حتى لتحت، وجنيبات ديال الجليبه يعني الفتحات خدمتهم حتى هما بالسنينات، الدرس ديال واحد داير بالسنينات، خدمه متقونه وزوينه. وكما تلاحظوا اخواتي هذه هي الجليبه ديالنا، واللي عجباتو يعني بغاها راه يتواصل معايا عبر الواتساب، غادي نحطو نيمو التليفون في الشاشه وفي صندوق الوصف، ومرحبا والف مرحبا. دابا غادي نعطيكم القياسات ديال هاد الجليبه. القياس ديال الكتاف 67 سنتيمتر، الطول ديال الكم 45 سنتيمتر، العرض ديال الكم من تحت 19 سنتيمتر. بالنسبه للقياس ديال الصدر، الربع ديال الصدر عندنا 32 سنتيمتر، الحزام 31 سنتيمتر، لي هونش 33.5 سنتيمتر. بالنسبه للطول ديال الجلابه متر و38 سنتيمتر. وبالنسبه اللي عندها القياس في الطول قل من هذا نقصوا ما كاين حتى شي مشكل. بالنسبه للثمن ديال هاد الجلابه تتبقى ب 900 درهم و50 درهم ديال الامانه، وبالنسبه للناس اللي ساكنين هنا في مراكش تتبقى 900 درهم والتوصيل بالمجان. اخواتي الكريمات مرحبا بكم، اللي بغات اي جلبه او قفيطين على حسب الاختيار ديالها، او لا بغاتني نختار انا وياها الموديل، مرحبا بكم والف مرحبا. ما عليكم الا تواصلوا معايا عبر الواتساب، غادي نحط نيميرو التليفون في الشاشه او في صندوق الوصف، ومرحبا بكم جميعا. وما تنساوش لايك للفيديو وبارطاج مع الاهل والاصدقاء والاقارب، واللي اول مره تزور القناه يشترك في القناه فضلا والنساء امرا، ومرحبا بالجميع.